السلام عليكم، أهلا بكم إلى موجز التاسعة. أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أمس في بيان لها توفر الديوان الجزائري المهني للحبوب المستورد الحصري للبقول الجافة والأرز على كميات كافية من هذه المواد لتلبية السوق الوطنية بكل أريحية. وفندت الوزارة المعلومات والتصريحات المتداولة التي لا أساس لها من الصحة. كاميرا التلفزيون وقفت عند حجم الكميات المخزنة على مستوى تعاونية البليدة تابعة للديوان المهني للحبوب ورصدت وفرتها عبر نقاط البيع المتاحة مباشرة للمواطن. تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الاستفادة من الخدمات الجامعية كالإيواء والمنحة للطلبة الجدد الحاملين لشهادة البكالوريا دورة 2023 ستتم حصريا عن بعد وبصفر ورقة بالتسجيل عبر المنصة الإلكترونية الظاهرة على الشاشة، وذلك ابتداء من يوم غد السبت 19 أوت الجاري على الساعة منتصف الليل إلى غاية ليلة الأربعاء 23 أوت الجاري. إلى أخبارنا الدولية، وفي تداعيات موجة الحرائق التي تجتاح كندا، أمرت السلطات الكندية سكان مدينة يولونايف أكبر مدن الشمال الغربي بمغادرة منازلهم قبل منتصف اليوم الجمعة خوفا من اقتراب ألسنة اللهب من مساكنهم. وفي أوروبا مست موجة الحرائق عديد المدن الإسبانية، حيث تعكف السلطات على عمليات الإطفاء والإجلاء في ظروف مضنية زادت التضاريس الصعبة من تعقيداتها للسيطرة عليها. كما سارعت طواقم الطوارئ على الأرض وفي الجو لمكافحة الحرائق التي تسببت في تصاعد الدخان، في حين حذرت الحكومة السكان من التلوث المنبعث من الغازات والجزيئات الصغيرة إثر احتراق النباتات ومواد أخرى. في أخبار الرياضة، ولحساب كأس رابطة الأبطال الإفريقية أنهى فريق شباب قسنطينة استعداداته تحسبا لمواجهة النجم الساحلي التونسي والتي سيحتضنها ملعب الشهيد حملاوي اليوم على الساعة 8 مساء. المباراة تشاهدونها مباشرة على القناة 6 للتلفزيون الجزائري. نختم بتظاهرات المبرمجة عشية أحياء الذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني 20 أوت 55-900-1000 وانعقاد مؤتمر الصمام 56-900-1000، حيث نظم معرض تشكيلي بمركز الرياضة والتسلية للأمن الوطني تخليدا لروح المجاهد الراحل محمد الأزرق أحد الرجال الذين خدموا ثورة التحرير المباركة ومصمم شعارات وطنية بعد الثورة المظفرة ترك بصماته للأجيال القادمة ويذكره التاريخ في سجل الذاكرة الوطنية. ختام الموجز الإخباري، شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.